قبل منهم تبديل وابهرتني ديك اللياقة ديال اللاعبين وديك اللمسات الفنية اللي كيمتازوا بها واحد الظروف اللي هي كنشوفوا على ان ما هيش محسوسه ما هيش مستوى ما هيش مزيان ما هيش بيت الامكانيات ما هي جماعه تبطيل الامكانيات مع العلم ويشرف العباده على ان الجماعه الصربيه المحليه لجان دائمه كاينه لجنه ضروري خاصها تكون من بعد حنا الميزانيه جات ماليه والميزانيه كاينه لجنه اللي كنسميوها لجنه الشؤون الاجتماعيه والثقافه والرياضه يعني ضروري خاصها تكون ومع ذلك ما هي الامكانات لا غياب الجماعه ولا غياب المجتمع المدني ولا غياب مجالس الاقليميه ولا غياب حتى وزاره الشباب والرياضه على المستوى اللي يشوفوا هذه اللمسات الفنيه واللياقه البدنيه وهذا التناغم ما بين اللاعبين مواهب جد فده ولكن من يكتشفها هذه الدوريات هذه هي البسيطه وعلى مستوى انت كتشوف مدى النجاح ديالها ومدى الالتزام ديال هاد الجمهور اللي حاضر اللي كيتفرج في الفريقين ولا مستوى المسؤولين اللي حاضرين ولا على المستوى ديال الناس اللي هما كيهتموا بهذا الشان الجمعيات الرياضيه يعني بكل شيء واحد التناسق كبير وهذا في حد ذاته نجاح كبير كنتمنى التوفيق وكنتمنى على ان تكون عيون تراقب وضمائر حيه يعني تراقب هاد السيرات باش يعتنيوا بهاد الشباب لانه كيحل واحد المشاكل معضله كبيره من ناحيه ديال الانحراف والمخدرات والاخر كخص ضروري على ان الشان الرياضي المحلي كخص يكون ضروره وكخص يعني المسؤولين يكونوا محلولين.